انا ما وقعتش الفوق ملي كانوا كيسجلوا، بما انه كاين لي كاميرا ممكن لهم شي يدخلوا عليا من تحت طلعوا عن الفوق باش توقع. ما كاينش تيم الفيديو كاين تحت والفوق كاين السنتر متفقين، هما بطون واحد القاعة عندهم الكاميرا قال لك قرا باش توقع وبدات كتقرا تسجلوا. كيفاش ما كاينش توقيع؟ راه دير لهم الكاميرا يجي لنا نشوف. ما كاينش توقيع ابدا ولا كاين توقيع؟ ما وقعتش على الورقة حدا الفيديو، لا ما كاينش توقيع في الفيديو الاخوان. إيه انا ودا قلت لي قرا هذا قرا. شكون اللي قال لك سمعت انت الصوت؟ هذاك الصوت مقريع، سمعت انت الصوت؟ حنا ما نشوفلو، حنا دينا الخبير الاخوان، حنا شفنا، حنا طينا الخبير باش يعطينا الصوت وما قدرناش نسمعو. اللي سمعنا الجمله هنايا ما قلتهاش، ما وقعت. علاش غادي نتك انا بالكاميرا اللي ما وقعتش؟ هي قرات فعلا ودا كتبتي لي شي ورقه وقول لي قرا، غادي نقرا الورقه. وانا في البوليس جوج ديال الناس دايرين 5 متر و60 لواحد، شفتوهم في الكاميرا. عاوتاني ما تقولوش لا، ما وقعتش. سيروا شوفوا الفيديو، حنا عندنا الفيديو. ما وقعتش تماما. لو كانت وقعت تقولوا نعم اسيدي هي وقعت، تقولوا ها انت وقعتي على خاطرك. ما وقعتش، حنا ما عرفناش فين وقعت. وبما انك يسجلوا وعطيو لها ديال البقيه. هيك عندكم 8 المصرح تخرجهم كلهم، اجا تخرج غير ديال هادي. خرج كل شيء. دابا الاشكاليه اللي تحت فيها الفرقه الوطنيه، وهذا انتس هذا بعز ونضال عفاف برناني. انا دابا في المحكمه نقول لهم شوف اسيدي، حنا في القضيه ديال عفاف برناني شفنا الشرطه القضائيه كتسجل، قولوا لنا جيبوا لنا التسجيل. نبدا نقول لهم هكا في المحكمه، جيبوا لنا التسجيل.